جاهز لفرح التحصيل ان شاء الله. لو سمحت هذه بياناتك، ممكن تاخذ القلم بس تقرا لي هذه البيانات وتعمل عليها تيك اذا ممكن. السلطنة المبدأ ألا نستورد أو نستخدم أي دواء أو مستحضر طبي إلا بعد تسجيله في بلد المنشأ أولا واستخدامه بعد الاطلاع على التجارب العلمية وعلى الدراسات العلمية والتجارب السريرية التي أجريت. يا رب كيف رضا؟ باين الاسم أهم شيء.